أصدقائي الكرام، يسعد أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد وأسئلة جديدة. بهذا الفيديو رح نطرح سؤال ديني، اللي هو: من هو أول من أسلم من الرجال؟ ومن هي أول من أسلمت من النساء؟ تابعونا وخلينا نشوف. مرحبا حبيبي، لا تعال نسألك سؤال. تعرف عليكم، شو اسمك؟ محمد. انت؟ حسين. شو عم تعملوا؟ نلعب. هلا عم نستنى فاطمة. عم تلعبوا طاولة؟ ولا عم تتعلموا الرماية هلا؟ هلا عم نتسلى هيك، هلا بدهم يجي فاطمة. طيب درس لأي صف؟ ثامن. ثامن، انت؟ ثامن. ما شاء الله كبار يعني. شوف مين أطول، أنا ولا أنت؟ أنت أطول ما شاء الله عليكم. مجتهدين ولا كسلانين؟ لا مجتهدين. انت مبين عليك مجتهد، انت طلع عليك مجتهد كمان. بدي اسالكم سؤال، مين هو اول من امن بالرسول من الرجال؟ خديجة. من الرجال؟ من الرجال. ابو بكر. ابو بكر الصديق. من النساء؟ خديجة. خديجة. من الصبيان؟ عمر. من الصبيان علي بن ابي طالب ولا سعد بن ابي وقاص؟ علي. 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 طيب وقف جنبه هون، وقف هيك يا حفظاني شيء بنشوف شو بدك تسوي اياها. هيك شو هيك يا حفظاني تحبوا هيك تسمعونا؟ هيك ايات. ايات قران، ممتاز. تحب تسمعنا انت؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قرب الكاميرا. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما شاء الله، حلو كثير، حلو. الشباب المسلم، على أنتم شباب ما هيك؟ بشو بيتميز الشباب المسلم، تعرفوا؟ يعني كيف لازم يكون الشاب المسلم؟ متأدب يعني. إيه؟ يحترم الأكبر منه. أيوة. والأصغر منه، يحكي بأدب مع تمام. مع غيره. الأخلاق. يعني إيه؟ الشباب المسلم، الشاب المسلم لازم يكون إنه يتميز بالأخلاق الإسلامية، بالأخلاق المحمدية، ما هيك؟ ما هيك؟ إنه ما يأذي حدا. ما يضرب حدا، ما يحكي عن الناس، يكون مهذب، مسبات، بنفس الوقت يكون لسانه نظيف، لسان نظيف وحلو، يعني يكون دائما عم يذكر رب العالمين، دائما عم يصلي على النبي، عم يقرأ قرآن مثل ما قريت انت. الحمد لله، يعني انا كل نهار بقرأ قرآن بعد صلاة المغرب، بضل بيرك قد ما قريت نص ساعة ساعة معش، بس كل نهار لازم تصلي ما هيك. وانا يعني كثير بحترم الشاب المسلم اللي بيطلع على الأخلاق، على المحبة، على يعني بيحفظ قرآن. أهم شيء الأخلاق، تكون أخلاقه عالية. الله يعطيك العافية، فرصة سعيدة. نحن قناة على اليوتيوب اسمها كونوا معنا. يعطيك العافية. الله يعافيك. على بس تعرف عليك حبيبي. اسمي محمد مصطفى. محمد مصطفى. محمد مصطفى، من هو أول من آمن بالرسول من الرجال؟ من آمن بالرسول. نعطيك احتمالات؟ إيه. أبو بكر الصديق ولا سعد ابن أبي وقاص؟ أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق. ومن النساء؟ من زوجاته يعني؟ أيوة. خديجة. خديجة بنت خوالد. شو دارس؟ دارس الخامس يعني. بس معلوماتك حلوة يعني ما شاء الله عليك. الحمد لله رب العالمين، يعني بحب إنه متعلم يعني على الدين كتير كويس يعني. هذا اللي يفيدنا يعني. الله يبارك فيك. يعني الأمر هذا واضح، سيماهم في وجوههم. تسلم. ما شاء الله عليك. حياك الله. شو بتحب هيك تقول للمشاهدين؟ شو بتحب تقول للشباب المسلم بهالوقت هذا؟ يعني بحب اقول لهم انه يعني تتعلموا هذا الشيء، هذا الشيء بيفيدكم يعني. طبعا يعني لا يعني تدوروا على شغلات انه يعني
ما تفيدكم بالدنيا طاول يعني. أكيد. دوروا على شغلات تفيدكم بالآخرة يعني. الله هذا اللي يفيدكم عند رب العالمين. الصلاة كل شيء يعني، إيش تعرفوا إنه يعني شيء بالدين يعني بتسوي يعني. ما شاء الله عليك، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا يعني كتير مسرور بمعرفتك. فعلا يعني كتير مسرور. وهيك يعني الشباب المسلم من هالنوعية هاي والله يعني قلوبنا بصير فيها غبطة وفرحة يعني وسرور شيء لا يوصف يعني، انه يعني لسه في شباب رغم هالكوارث اللي عم نعيشه، لسه في شباب قلبهم على الدين، قلبهم بمحبة الله، بمحبة الرسول. فأنا كتير كتير مسرور بمعرفتك أخي. وأنا كمان يا أخي حبيبي. الله يعطيك العافية. شكرا كتير لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا عمي. شلونك؟ أهلاً أهلاً في شباب. حابين نسألكم سؤال، نحن قناة على اليوتيوب اسمها كونوا معنا، حابين نطرح عليكم سؤال بسيط. حجي، من هو أول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال؟ والله أنا مرحبا. أبو بكر الصديق ولا إيش؟ أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق. طيب اول من اسلم، خليك معنا وجاوب. لا لا معلش، عندك هون سؤال، هون سؤال، خليك وجاوب. اول من اسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء؟ خديجه. الله يبارك. خديجه من الصبيان؟ علي. الله كرم الله. ما شاء الله. شو بتشتغل عمي؟ بالتجاره. ما شاء الله، انت يعني عندك كانه تجارتين، تجاره دنيا واخره. الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، الله يجزيكم الخير. اسمك عمي؟ انا اسمي عبد الجواد. نحن عندنا قناه على اليوتيوب اسمها كونوا معنا، اسمها هنا اسم القناة كونوا معنا، مننزل أسئلة دينية، أسئلة اجتماعية تحفيزية للناس، منحب هيك نرسم البسمة على وجوهكم، منحب هيك نجبر بخاطركم حتى لو هيك ابتسامة. الله يعطيك العافية. تفضل. الله يجبرك. الله يجزيكم خير. شكرا. الله يبارك فيك يا رب. شو بتحب هيك تقول لهيك المشاهدين اللي عم يشوفونا؟ الله يفرج على الامه الاسلاميه جميعا. امين يا رب. الله يعطيك العافيه. فرصه سعيده. الله يجزيكم الخير. اهلا وسهلا. سلامي. تفضل. اذكار الصباح والمساء. نعم. اذكار الصباح والمساء. شو اسمك؟ احمد اغا. حكمة أغا راسي يا حكمة. حكمة، من هو أول من آمن بالرسول من الرجال؟ سيدنا أبو بكر. أبو بكر الصديق. من النساء؟ ستنا خديجة. ستنا خديجة. عمو مرحبا. أهلا. شو اسمك؟ إلاف. إلاف. إلافهم الإلاف قريش. إلافهم حفظان فيها؟ أي. أقريها. الإلاف القريش إلافة رحلة الشتاء والصيف، من يعبد رب هذا البيت الذي أطعم من جوع ومنهم خوف. ما شاء الله عليكي، بس لازم هيك تدققي أكثر. إلاف أنا قرأت على العجلة. ما شاء الله. عمي مرحبا. سلام. تعرف عليك؟ حكمة الأغا. حكمة. هون حكمة، هون حكمة. شو صار؟ نفس الاسم. اي نفس الاسم. عراسي. والله عراسي. من هي أول من آمنت بالرسول من النساء؟ بدون لا طلع عليه، خليك معي. طلع علي. طلع فيني. مين؟ السيدة خديجة ولا فاطمة الزهراء؟ فاطمة الزهراء. بتأكد؟ بتأكد. بتأكد؟ بس يعني مين أمها لفاطمة الزهراء؟ ما بعرف. طيب هلا أمها خديجة. هيك؟ يعني لما آمنت خديجة فاطمة الزهراء لسه ما كانت قدامي. والله ما بعرف. معناتها خديجة. 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 طيب أول من آمن بالرسول من الصبيان؟ علي بن ابي طالب ولا سعد بن ابي وقاص؟ علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب. ما شاء الله. شو بتشتغل؟ ها؟ شو بتشتغل؟ بالاسماني. والاخ كمان بيشتغل معك؟ لا غير شغله. الله يوفقكم يا رب. شكرا. الله يعطيكم العافيه. فتصيحوا. نحن عندنا قناه على اليوتيوب اسمها كونوا معنا. القناه هي هي عباره عن قناه تحفيزيه، بتحفز الشباب على يتعرفوا على يعني معلومات بديهية بالدين. شو اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هن الخلفاء الراشدين؟ أطول صورة بالقرآن؟ أقصر صورة بالقرآن؟ نطرح هيك أسئلة. فنتمنى أنه الله يعني يتمم علينا بالقبول إن شاء الله. الله يجزيكم خير. تحياتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف عليك؟ عمر ناصيف. عمر؟ ناصيف. عمر ناصيف. أخ عمر، من هو أول من آمن بالرسول من الرجال؟ أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر الصديق. ومن النساء؟ سيدتنا خديجة. خديجة بنت خويلد.
ومن الصبيان؟ نعطيك احتمالات؟ والله هو طيب نسيان بعرفه بس سيدنا علي بن أبي طالب ولا سعد بن أبي وقاص؟ لا سيدنا علي بن سيدنا علي. ما شاء الله معلوماتك جيدة الحمد لله. الحمد لله. شو بتحب هيك تقول للمشاهدين؟ والله بحب يعني انه كلهم يعني يتجرعوا ويحكوا في دين الإسلام. دين الإسلام كويس ما شاء الله، وديننا يعني الحمد لله يعني نفتخر فيه يعني. الله يعطيك العافية. ما بدي يعني لا خجل ولا. الله يعطيك العافية حبيبنا، شكرا لك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتعرف عليك؟ زكريا أحمد. زكريا أحمد كيفك؟ نحمد الله ونشكره الحمد لله. المعلومات الدينية كيف عندك؟ وسط الحمد لله. وسط. من هو أول من أسلم من الرجال بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أول رجل من؟ ايوه نعطيك احتمالات، مو من الانبياء، من الصحابه. من الصحابي. ابو بكر الصديق ولا سعد بن ابي وقاص؟ ابو بكر الصديق. ابو بكر الصديق. طيب اول من اسلم من النساء؟ شو اسمه؟ نعم مين؟ لا لا لا، أول من أسلم، من هي من أسلمت بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء، أو أول من أسلمت؟ أعطينا احتمالات. خديجة بنت خويلد ولا فاطمة الزهراء؟ خديجة. خديجة في تنقل من وراء. خديجة. طيب مين الصبيان؟ الصبيان؟ أيوة. علي بن أبي طالب ولا الزبير بن العوام؟ لا علي بن أبي طالب. ما شاء الله. شو دارس؟ سادس. سادس. شو هي هوايتك؟ هوايتي؟ ما في هواية. ما في هواية؟ لا في هواية ميتة. لا الله يخليك يا رب، شكرا لك. الله يعطيك العافية. الله يسلمك ويحفظك. السلام عليكم. تعرف عليك؟ عبد الباسط العبيد. عبد الباسط. عبد الباسط، من هو أول من أسلم بالنبي من الرجال؟ أبو بكر الصديق. ما شاء الله. أبو بكر الصديق. ومن النساء؟ فاطمة. فاطمة ولا خديجة؟ خديجة. خديجة. خديجة بنت خويلد. خديجة شو بتقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم؟ خديجة بنت مرته للرسول. زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من هو أول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصبيان؟ ما أعرف. من الصبيان؟ حجي؟ سيدنا علي. سيدنا علي ما شاء الله. الله يعطيكم العافية ومعلوماتكم جيدة، وربنا سبحانه وتعالى الله هيك يعني يرزقنا العلم الصافي والنقي. وأنا بشكركم كتير كتير. تحياتي. لهون أصدقائي الكرام كنا وصلنا لنهاية الفيديو، والجواب كان أول من آمن بالرجال هو أبو بكر الصديق، وأول من آمن من النساء هي السيدة خديجة بنت خويلد، من الصبيان علي بن أبي طالب، من الموالي زيد بن الحارثة. أصدقائي لا تنسونا من الاشتراك وتفعيل زر الجرس، والسلام.